راديو ستارز إذاعة النجوم المصدر الموصول. من مصدر موثوق وصلنا لفقرة جوسب. شو موضوعي لليوم؟ مين ما رح أرحم اليوم؟ تحضروا. بقول دايما رح أقول مش مين ما كان بيقدر يحمل لقب الإعلامي. ما فيكن تعدوا ورا الميكروفون بلا 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 كل الوقت وقال أنا الإعلامية ما بعرف مين. ما فيكن. هيدا الموضوع كنت بدي أحكيه من فترة، ولكن قلت بدي أجله لأنه ما حبيت أعطي قيمة للثرثرة يلي عم بيعملوها بعض الصحفيين، الصحافة الصفرة يلي بتكتب يمين شمال مع الأخطاء. شو بدي أحكيكن عنها؟ موضوعي هو عن لؤي راغب علامي. أولاً برافو 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 3 مرات من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية، لأنه لؤي علامة وصل للعالمية. مش لأنه ابن راغب علامة، بل لأنه هو قادر، لأنه قادر يوصل يعرض لماركات مهمة. هلأ نبلش. قعدوا بعد هالصحفيين يكتبوا عن شو لابس لؤي، شو عامل ويا عيب الشوم، شو هالميول عنده ياه. يعني إذا لبس زهر ميوله جنسي غلط؟ أنتو هون مريضين ما بتعرفوا. لنبلش شو كتبوا. قالوا ويا عيب الشوم لبس زهر، وشو هالطلة مغير وجهه منخاره وشفافه وحنكه. شو خصكن؟ شو خصكن شو عمل ابن راغب علامة؟ غيرة؟ طبعاً غيرة، لأنه أنتوا مش قادرين توصلوا للعالمية يلي هو يقدر يوصلها. ما خليتوا كلمة ما حكيته أو ما كتبته، وهلا بعد الإعلاميين حسب لغتهم، بعد المذيعين والمذيعات طلعوا يحكوا، قال هن بدهم يحكوا عن هيدا الموضوع لأنه شافوا غلط لؤي لابس زهر وعم بيلبس بطريقة ما بتلبق له وإلى آخره. حكي فاضي. أولاً شو خاصكن أي لون بيلبس لؤي علامة؟ عارفين بماركات برادا؟ سمعين بماركات برادا أهم ماركة عالمية؟ هو عم بيعرض لبرادا، بيلبس زهر، بيلبس أخضر، بيلبس أحمر. حلو عنه تركوه. هلا يمكن راغب علامة انفعل وحكي جملة ما كان لازم يحكيها، بس حقه، لأنه انفعل عم بينحكى عن ابنه بطريقة غلط، قال عنده ميول جنسي، هو جاي، هو ما بعرف شو. أنتوا مريضين عقلياً، وإذا جاي شو خاصكم فيه بحياته؟ يعني إذا بيلبس زهر وأخضر وأحمر وأصفر دغري صار جاي؟ أنتوا بعقليتكم جاي. هيدي حياة كل إنسان، كل إنسان حر يعيش مثل ما بده. حلو عن لؤي راغب علامة، وصل للعالمية، عم بيعرض أهم ماركات، عم بيسافر وين ما كان، وعم بينطلب اسمه مطلوب اليوم بالساحة. نعم؟ مش قادرين توصلوا يلي هو وصلوا. وقفوا هالحكي بلا طعمه كل الوقت بلا 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 بلا. مجتمع شرقي، مجتمع عربي ما بيتغير. لو اي فنان اجنبي امريكاني غربي whatever عرض كل هالاشياء ما كنت حكيته. بعطيكم مثل صغير. ريكي مارتن كيف عايش هو وجوزه؟
ما حدا بيحكي، الكل بيرحب وكل بيحترم حياته وخصوصيته. بس انتو يا مجتمعنا العربي شاطرين بس تحكوا يمين شمال وتعلقوا على أمور بسيطة وتعملوا من حبة أبة. يعني كل واحد يقيس حاله، شوفوا انتو، شوفوا الانتوراج حواليكم، شو فيه. أول شيء قيسوا حالكم، بعدين احكوا عن الناس يلي صار اسمهم معروف عالميا. لؤي رغب علامة، أنا شخصيا ستيسيا أفيديكيان أرابيان وأسرة إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بتهنيك. نعم منهنيك وصولك للعالمية، عم تعرض أهم ماركات وأحلى تياب، البوس كل الألوان، لأنه كل الألوان بتلبق لك مثل ما بتلبق للسوبر ستار رغب علامة. حبيت بهلا جاسب، بفقرة الجاسب وصل رسالة صغيرة، كل يلي بيحب السرسرة يسكر الإذاعة ويطفي مايكروفون، يحكي بدو إياه لحاله، يضرب راسه بالحيط. نعم يضرب راسه بالحيط، لأنه طفح الكيل، كل يوم بيخلق مذيع، كل يوم بيخلق مذيعة، مع التايتل ما بيقبلوا غير الإعلامية والإعلامة. خلصنا، وقفوا، ما بتلبق لكم هالألقاب، لأنه أصلاً ما بتعرفوا بمجال الإعلام. كيف دغري هيك سميتوا حالكم إعلاميين؟ بعد مرة بقول للسرسرين وللثلاثين، ضربوا راسكم بالحيط ورايحونا منكم بقى.